ما تسمعيش من اي حد. احسن دايت ليكي وحرق الدهون بالبروتين. هنبطل سكر ونشويات ونركز على البروتين ونزود عضلات. ما تسمعيش منها، انا اللي معايا الزيتونه. هنعمل دايت الكيتو، هتخسري وزنك وتظبطي نومك وتحسني ضغط دمك وكمان هتزودي طاقتك. ما تسمعيش منهم هما الاثنين، احسن حاجه ليكي هو دايت الكرنب. اعملي شهرين وبتعالي قبليني. شفتي؟ اقصد يعني تقابليني بعد ما تخسي. اعمل ايه كل الدايتات دي؟ دول فوق الالف دايت. ليه مش دايت واحد لكل الناس ونخلص؟ قصدك يعني ان كل الدايتات دي ملهاش لازمة؟ طب ايه الصح؟ فهميني. طب معلش، امال ايه الدايتات الكتير جدا اللي بتطلع موضة كل شوية دي؟ طب شوف لنا النوع التاني ده الله يكرمك. اي حل؟ ايه الكونفنشنال دايت ده؟ يمكن يبقى فيه امل. لو عايز تعرف الاجابات شوف الفيديو ده للاخر. انا دكتورة نيلي ودي حكايات الدايت. حانت الحلقة الحاسمة صديقي الدايتر. انواع الدايتات. اختيار موضوع حلقة النهاردة كان صعب جدا لانها هتبقى الحلقة الترند. طبعا مش هتكلم عن الدايتات، الحل الاقدم والاشهر للتخسيس، مش كده ولا ايه؟ خلينا الاول نعرف يعني ايه دايتنج او يعني ايه نعمل دايت. الدايتنج هو طريقه اكل معينه منظمه ومراقبه، بيبقى الهدف منها التحكم في الوزن او الوقايه من مرض معين او العلاج منه، زي مثلا مرض السكري او حتى مرض السمنه. وخلينا نقول الخلاصه صديقي الدايتر في بدايه الحلقه عشان استفزك وخليك تكمل الحلقه لاخرها. A meta-analysis of 6 RCTs which was held at 2006 found that... أوف! استنى هفهمك. الميتا-analysis تعتبر من أعلى درجات البحث العلمي اللي الهدف منها الوصول لتوصيات معينة خاصة بالصحة وينفع نعممها على جموع البشر. دراستنا النهاردة اتعملت في 2006 ووصت بإيه بقى؟ الدراسة وضحت إن على مدار من سنة ونص لسنتين الفرق في تأثير أنواع الدايتات المختلفة بيبقى قليل جدا، ممكن يوصل بالكتير ل 2 أو 4 كيلو، وبعد السنتين الفرق ده بيتساوى بغض النظر بقى عن نوع الدايت، لأن في الآخر كل الدايتات بيعتمدوا على تقليل السعرات. يعني إيه؟ يعني القصة في الآخر سعرات؟ لا يا بابا لا، القصة أدهرنس. إيه؟ إيه أدهرنس دي كمان؟ أنا هفهمك. كلمة دايت أصلها يوناني مشتقة من كلمة دايتا، وهي تشير لطريقة شاملة لللايف ستايل أو العيشة، واللي بتضمن سلامة الصحة العقلية والجسدية، مش زي المنظور الضيق اللي بيجي في بالنا أول ما كلمة دايت تتقال. ومن أقدم أخصائيين التغذية في العالم واللي هو الطبيب الإنجليزي جو شاين، واللي كان بيعاني من سمنة شديدة وكان بياكل كميات كبيرة جدا من الطعام والشراب، وبدأ بعدها دايت خالي من اللحوم، كان بياكل فيه فقط خضار وألبان، وسريعا جدا نزل في الوزن واستعاد صحته. فبدأ في سنة 1724 ينشر طريقته في الدايت لأي حد بيعاني من السمنة ورفع شعار للحوم. بعدها في سنة 1797 نشر الجراح الاسكتلندي جون رولو ملحوظاته عن حالة تعاني من مرض السكري، واللي وضح فيها فوائد الميت دايت عكس كلام صاحبنا الانجليزي، وشعاره ساعتها كان نعم للحوم. ومن اقدم واشهر رجيمات صديقي الدايتر هو البانتينج دايت، اسوة بمؤلفه ويليام بانتينج منه لله، واللي سنة 1863 شرح تفاصيل رجيم قليل السعرات قليل النشويات واللي تسبب بتحول جذري في وزنه. عشان كده نشر كتيب سماه Letter on Carpence، وجهه للجمهور وكان محدد فيه خطة معينة للدايت، واتشهر الكتيب لسنوات كتير جدا، وحاليا يعتبر مرجعية للمودرن دايت. وكان الكتيب مشهور بتوجيهه للسؤال Do you bank؟ أو أنت بتعمل دايت؟ وكأنها حاجة مهمة ولازم كلنا نعملها، وفضل محافظ على انتشاره لحد سنة 2007. أما في سنة 1918 فانتشر أشهر كتاب لفقدان الوزن، واللي كان مركز على حساب السعرات واللي حقق انتشار واسع جدا، وأصبح في وقتها The Best Seller Diet and Health with Key to Calories، واللي ألفه الطبيب الأمريكي لولو هانت بيتر، وكان السبب في طفرة السعرات الحرارية في علم التغذية والدايت. ولحد سنة 2014 كان انتشر حوالي 1000 طريقة للدايت. أمال أنت فاكر إيه؟ ولو تلاحظ هتلاقي ان معظمهم كانت تجارب شخصيه لافراد نجحوا يخسوا. بيفكرك بايه ده؟ دور بقى وشوف لك 500 600 طريقه وجربهم عشان تخس زيهم. ولا اقول لك انا هسهل لك الموضوع، كمل الفيديو ده للاخر وانت هتعرف هتعمل ايه في اللخبطه دي. السؤال الاول، ايه كل عدد الدايتات دي؟ دول فوق الالف دايت. ليه مش دايت واحد لكل الناس ونخلص؟ لو عايز تعرف اجابه السؤال ده هتلاقي زرار احمر تحت الفيديو مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوس عليه، وهتلاقي جنبه زرار الجرس دوس عليه برده، هتعرف اول باول ان حلقاتنا الجديده نزلت عشان
كمان تدخل وتتفرج عليها. من اكتر الدول اللي بتهتم بالاحصائيات والارقام هي امريكا، واللي صرحت ان تقريبا واحد من كل 3 مواطنين بيعملوا دايت في اي مرحله من حياته، وان 85% من الدايترز ستات ما شاء الله. ما طبعا ما لازم الرجاله تقلس علينا وما تشجعناش، وان بلايين الدولارات بتتصرف في امريكا سنويا على اكل الدايت، زي مشروبات الدايت واشتراكات الجيم اللي بندفعها لله الوطن مساعده لصاحب الجيم ما شاء الله، ولا بنستفيد منها اي حاجه. وان 80% منهم بيعملوا دايت مع نفسهم كده بدون اي اشراف، و20% فقط هما اللي بيدوروا على الحل عند دكتور الدايت. واعلنوا كمان ان الدايتر المثالي بيعمل حوالي 4 محاولات دايت في السنه، مخلص امين ما شاء الله، ماشي في سكه اللي بيعمل الدايت وما بيرجعش. انا مش مصدقه نفسي، ليه كل ده؟ علميا المفروض تعمل دايت بطريقته الصحيحه مره واحده في العمر وخلاص. ايه طب بتشتم ليه؟ طيب انت اللي بتعذب نفسك تعذيب لا له اول ولا اخر، وبتحط امال وطموحات وبتدفع فلوس وبتضيع وقت ومجهود، ويا ريته مره والسلام. لا ده مره و52، وده اللي بيخليك تجرب 500,000 دايت، وعينيك تلمع ورا اي دايت جديد هينزل لك ال 15 كيلو اللي انت عايز تنزلهم. اثبت لك اخرهم دايت الفنانه ادل، The Third Food Diet، واللي ساعدها انها تنزل 45 كيلو من وزنها في وقت قصير جدا. ايه ده؟ عينك بتلمع اهو، شفت مش قلتلك؟ بس انا مقدره، مقدره انك مش ماشي ورا الدايت عشان جماله وحلاوته يعني، انت بتدور على الوسيله اللي توصلك يا عيني لهدفك ومتلخبط. طب انت عارف انك لو عارف ما كانش عدد الدايتات ده ظهر؟ انا نفسي تطلع بره الدايره المفرغه دي يا فندم، الله يكرمك. ركز، الدايت بمعنى العلمي احنا مش بنطبقه، لان احنا لو طبقناه هنعمله مره وهنتعلم ازاي ما نرجعش وزننا تاني، لكن ده ضد مصلحه سوق الدايت اللي بيستخدم الدايت كوسيله للترويج والمكسب زي اي منتج بيتباع، ولازم الزبون اللي هو حضرتك عزيزي الدايتر يفضل محتاجه ومش فاهم عشان يتباع. الدايت مش هو الحل السحري للتخسيس، بالعكس ده ممكن يهد صحتك ويدمرها. طواعني No one diet fits all. فاكر؟ تجرب دايت أدلي انت بأمارة ايه؟ ايش عرفك تأثيره على صحتك ايه؟ هو انت زي أدل؟ للاسف المشكله فيك انت، انت اللي بتجري ورا الهوليود دايتس والكراش دايتس اللي بتدي نتائج سريعه جدا وبتفرقع وبتبقى ترند، عشان كده عدد الدايتات في الليمون مش هيفضلوا 1000 دايت، لا ابسولوتلي دول هيوصلوا مليون وملايين كمان. السؤال التاني، قصدك يعني ان كل الدايتات دي ملهاش لازمه؟ طب ايه الصح؟ فهميني عشان اقدر اساعدك. لازم الاول تفهم ايه هي العوامل اللي بتاثر على رد فعلك لاي دايت. في سنه 2013 انتشر تقرير صادر من الامريكان كوليدج اوف كارديولوجي اند امريكان هارت اسوسيشن تاسك فورس اون براكتس guidelines and obesity society. ما طبعا ما انا لازم اخضك كده عشان تعرف ان كلامي علمي واني مش مألفاه. الناس دي بقى صنفوا مرضى زياده الوزن والسمنه على حسب حاجتين، الاولى هي كتله الجسم والثانيه هي محيط الوسط. وبعد التصنيف بداوا يركزوا على استعداد المريض للتغيير، يعني قد ايه مريض السمنه مستعد يغير سلوكه وعاداته ويتبع نظام معين. سامعني؟ استعداد وسلوك وعادات ليله كبيره. على فكره انا قلت الكلام ده قبل كده، ما علينا. المهم ان حضرتك لو غير مستعد للتغيير، يعني مش عايز ولا تفهم ولا تعمل اي مجهود وعايز تمشي ورا اي دايت والسلام، يبقى النصيحه العلميه انك على الاقل ما تزيدش في الوزن اكتر من كده الله يكرمك، ولو ظهر عليك اي مضاعفات للسمنه ارجوك عالجها. اما بقى اذا كنت مستعد وعايز تفهم وتتغير، هنا بقى نبدا الشغل. وبدايه الشغل هو تحديد الهدف. هو انت هدفك ايه من نزول وزنك؟ شكل ولا صحه ولا سجود ولا حركه ولا ايه بالظبط؟ هدفك تبقى زي ادل ولا عايز تشتري نفسك وصحتك؟ وتحديد الهدف هنا بقى هو اهم خطوه في رحله العلاج كله، واللي على اساسها هنحدد هنحتاج انهي دايت. لو هدفك ادل يبقى قول على صحتك يا رحمن يا رحيم، هتدمرها وانت بتجرب دايت الفنانه، وكده كده هتتخن تاني ما تقلقش، ويبقى ساعتها بقى ادور لك على دايت فنانه ولا فنان تاني، مش هتغلب انا عارفه. اما اذا كان هدفك تخلص من الهم ده وتشتري صحتك، يبقى لازم تعمل 3 حاجات: دايت، نشاط بدني، وتعديل سلوك، بمعنى هاي انتنسيتي كومبريهنسيف لايف ستايل انترفنشن. فاكر؟ واللي ممكن يغير حياتك كلها مش وزنك بس. طب انت عارف ان هم صرحوا ان مجرد نزولك 5% فقط من وزنك ده يعتبر انجاز وكده انت اشتريت صحتك؟ اه والله 5% بس، يعني لو وزنك 100 كيلو ونزلت 5 كيلو انت كده راجل محترم، لان ده بيقلل احتماليه ظهور امراض كتير مصاحبه لوزنك ازاي، وكمان مش محددين الفتره اللي تنزل فيها، على مهلك يعني، قالوا انت عايز تنزلهم في يوم. لا وايه؟ تعالوا بقى للسؤال الاشهر، هننزل قد ايه في قد ايه؟ ما انت طول النهار بتقرا عن الدايت اللي ممكن ينزلك 15 كيلو في الاسبوع، ولازم تسال السؤال ده. العلم بيقول ايه بقى؟ بيقول ان توقع معدل نزول الوزن صعب جدا، لانه بيتاثر بعوامل كتير مش بس نوع الدايت. هو انت قاله هبرمجك على نوع دايت معين فهتنزل وزن معين؟ ده في عوامل جينيه زي حضرتك راجل ولا ست، كمان سنك كام، كل الحاجات دي بتاثر على الحرق. وفوق كل ده العامل الاساسي اللي هو الادهرنس. يعني ايه الادهرنس ده؟ يعني حضرتك ماشي زي القطر وزي
ما الدايت بيقول، ولا بتعامل نفسك على انك بني ادم ومن حقك ما تتعزلش ولا تتالم وممكن تخرج بره قضبان القطر في بعض الوقت؟ يبقى هنا الموضوع مش مجرد نوع دايت وهتعمله والسلام، ده استعداد والتزام وعوامل تانية كتير لازم تظبطها الاول قبل ما تختار نوع الدايت. وخد بالك، بما ان الدايت اللي بينجح يخسسك في وقت قصير دايما بيعتمد على الحرمان والتجويع، هوعدك هترجع في الوزن تاني. والله ما كلامي، ده كلام العلم اللي بيتوقع ان مع نزول الوزن فيه حوالي 25% من النزول بيبقى عضلات، وبعد فتره من الجوع حضرتك بترفع الرايه البيضه وبتسلم وترجع تزيد تاني بالتدريج. والزياده هنا بتبقى دهون يا صديقي الدايتر، العضلات خلاص راحت في طريق اللي بيروح وما بيرجعش، والنتيجه بقى بتبقى دهون اكتر وحرق اقل. وانت بقى كل اللي همك نوع الدايت؟ نوع الدايت ايه يا عم؟ ركز معايا. السؤال التالت، طب معلش امال ايه الدايتات الكتير جدا اللي بتطلع عموده كل شويه دي؟ الدايت بيتقسم لنوعين اساسيين، الكونفنشنال دايت وهو الدايت المألوف التقليدي، والفاد دايت وده بقى الدايت اللي انت بتسال عنه وبتجري وراه، الدايت البدع الموضه زي كده الموضه في الازياء، دايت العك واللخبطه والخلطات الغير مألوفه وطرق الاكل الغريبه، ده النوع الاشهر لان نتائجه اسرع بكتير وباقل مجهود، لكن للاسف نتائجه دي مش بتدوم. ومش بس كده، ده كمان بيأثر على صحتك. خلينا نبدا بقى بالنوع ده ونخلص منه الاول. الفات دايت عرفته الفيدرال تريد كوميشن على انه هايلي ريستريكتيف بور ان نيوترينتس. انت عارف يعني ايه هايلي ريستريكتيف؟ يعني بيقيد بيخنق. لا، واللي زاد وغطى انه كمان ما فيهوش العناصر الغذائيه اللي جسمك بيحتاجها. الفات دايت ده دايما بيبيع لنا الهواء في ازايز لانه بيعشمنا بالحلق وبنخرم ودننا، وفجاه اول لما نلبسه نلاقي الودان التهبت واتبهدلت وما بنبطلش شكوى ولا الم. نفس القصه بالظبط بتحصل مع الدايت لانه بيقلل جدا جدا السعرات الحراريه وبيلعب على مكونات واختيارات معظمها بيؤدي لسوء تغذيه. ده حتى يا راجل من كتر سذاجتنا بيخلينا ناكل حاجات غريبه لدرجه ان في دايت بيخلينا ناكل القط. والله العظيم العلم بقى اجمع انك لازم تتجنب الفات دايتس نهائيا قولا واحدا، لان فايدتها بالكتير انها هتخسسك في وقت قصير لكن اثارها الجانبيه على صحتك خطيره جدا جدا. اوعى تسمع كلام ممثل ولا خبير تغذيه يقول لك اعمل الدايت الفلاني اللي ولا هينفعك ولا هينفع صحتك. اوعى تسمع كلام الست ادل اللي بتروج للدايت ده خصوصا الله اعلم ليه، او يمكن بعد كده في منتجات هتظهر باسم نفس الدايت وساعتها ابقى افتكرني. وللاسف لما نرجع للارقام هنلاقي ان فوق ال 1500 كتاب بيتنشروا سنويا عن الفات دايتس، وان للاسف سوق الفات دايتس لوحده بيكسب حوالي 35 بليون دولار في السنه في امريكا. كل ده سبحان الله وهو مضر، حاجه تحزن والله. هتسالني طب هعرف منين انه فات دايت؟ اقول لك، لما تلاقي الدايت اسمه على اسم شخص غالبا الشخص ده بينتفع من وراه وبيبقى الزعيم او الجرو اللي يا اما الدايت ده هيحقق له شهره كمتحدث باسمه او في منتجات هيبيعها من وراه. لما تلاقي اللي بيروج للدايت بيكرهك في عناصر غذائيه معينه او في الاكل المتوازن عموما، ودايما بيبدا كلامه بكده. في بقى دايت فصيله الدم الغريب العجيب، دايت شوربه الكرومب، دايت السوائل، وده الاشهر دلوقتي وممكن يروج لمنتجات معينه تشربها بدل الاكل. واسم الله دايت الميه والديتوكس طبعا بديل الاكل، دي وصلت لدايت يكون بديل لعلاج السرطان. الله يهديكم هتموتوا الناس. عارف بعد كل ده وبعد ما تسمعني هتلاقي نفسك برضو ممكن تجرب الفات دايتس لانك عايز تخلص، لانك مضغوط ومتسمم بدنك بكلام يوجع القلب، لان ده اثر على ثقتك بنفسك، لان الزن على الودان امر من السحر، لان اللي بيعمله فينا الاعلام والسوشيال ميديا ملوش كتالوج بصراحه. وهنا لازم احذرك من الباد دايتس او الخطوط الحمراء اللي لازم ما تقرب لهاش واللي ارجوك تسمع كلامي فيها. اولا ما تجريش ورا الوعد المعسول والكلام الغير معقول انك هتنزل 15 كيلو في الاسبوع، لان ده تو جود تو بي ترو. بلاش تمنع فود جروب او عنصر غذائي معين او حتى تركز على عنصر واحد، يعني مثلا يا تمنع دهون خالص يا تاكل دهون بس. كمان اغراءك بانك هتاكل حاجات غريبه وغير مالوفه وتعيش عادي جدا، يعني اغراءك بان صفاتك وحبش تكانتك هي اللي هتحدد نوع الدايت، يعني اللي فصيله دمه ايه يجي كده واللي فصيله دمه او يجي كده. كلمه بقى ديتوكس اول ما تسمعها اهرب، لو عملته لمده ايام من غير اي اكل تاني انت كده بالتوكس مش بديتوكس، بتسمم نفسك. يعني لما يقول لك الدايت الفتاك اللي مش محتاج رياضه ولا سباك، الماجيك بوليت او الرصاصه السحريه اللي هتفجر لك دهونك، الهي تنفجر يا بعيد ان شاء الله، قولوا امين.
لما تلاقي واحد عمال يمدح في الدايت وحلاوته وجماله وهو اللي خسسه وانقذه زي فنانتنا الجميله ادل، ويبقى عايزك تمشي ورا تجربته الشخصيه بدل ما تمشي ورا العلم. وقلبي حاسس في الاخر انها بعد الطلاق عملت تكميم والايام بيننا، لما الاغراءات والوعود تبقى مرتبطه بشراء منتج ودفع فلوس في حاجه معينه زي الدايت نفسه مثلا او المكملات الغذائيه والاعشاب. لما تلاقي اللي بيروج للدايت ما بيحذرش الناس المريضه اللي ممكن تموت من الدايت نفسه للاسف. لما التركيز كله يبقى على الوسط والبطن والشكل ومفيش كلام خالص عن الفوائد الصحية، ويقول لك ايه بقى ده دايت الساحرة الشريرة. تابعنا وهنبقى نقول لك السر. سر ايه؟ ده هيطلع في الاخر سر شويبس، ده اخرهم. كل ده وهم واذيه، زي ما صرحت الناشونال انستيتيوت فور هيلث كير اكسلنس او نايس، واللي قالت ان لازم الناس اللي بيروجوا للدايت يلتزموا بشروط معينه ويبقى عليهم مراقبه ويقعوا تحت طائله القانون من كتر الهبد والاذيه اللي بيذوا بيها الناس. الدايت الموضه مؤذي ونتيجته قصيره، ولا بيعلمك ولا بيعدل لك سلوكك ولا بيخليك تغير اي حاجه، وهترجع تزيد ويمكن اكتر من الاول كمان. لا وايه؟ سلوكك كمان ممكن يسوق، هتتحول لبينج ايتر، هتتفجع من كتر ما اتحرمت وتعذب، ولو كررته ممكن يسبب لك اكتئاب واضطرابات طعام. ويا سلام بقى لو اللي بيعمله كان طفل او مراهق، دي تبقى مصيبه، ممكن يؤدي ده لقصور في النمو. ايه لسه مش مصدقني؟ لا بقول لك ايه، انا عندي ليك بقى دايت سحري ما حصلش. الدايت من الاخر، دايت الشحروره، ده اللي خسسني 50 كيلو في الشهر. هوب، لا سحر ولا شعوذه، هتلاقي نفسك اتشفطت في 7 ايام وهتقول الشحروره قال. اه انا تعبت من الناس اللي بتمشي ورا اي دايت دي، وكما قال سعد زغلول مفيش فايده. السؤال الرابع، طب شوف لنا نوع الدايت ده الله يكرمك، اي حل؟ ايه الكونفنشنال دايت ده؟ يمكن يبقى فيه امل. عيوني، الكونفنشنال دايت ده اللي سعراته ما ينفعش تقل عن 800 سعر، وده اقل حاجه عشان تحترم ادميتك واحتياجاتك. اول نوع من انواع الكونفنشنال دايت هو نظام البورشن كنترول، واللي بيعتمد على تقنين كميات الطعام، يعني بتاكل كل حاجه من غير منع ولا حرمان، بس مع احترام الكميات. في بعض الناس بقى استغلوا النظام ده وبداوا يروجوا المنتجات على انها بديل وجبات معروفه السعرات، ودي تتجنبها تماما. اوعى تاخدها ولا تشتريها، خليك في اكل البيت النظيف، لان الموضوع مش كمية وسعرات وخلاص، الموضوع نوع وجودة اكل برضو. البدائل دي بتبقى مصنعة ومليانة مواد حافظة والوان صناعية، وده بيأثر على البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، وكمان في اضرار ليها لا حصر لها. وكما يقول الشاعر، It is not about calories. كل بذكاء، واختار وركز على النوع زي ما بتركز على الكمية. وعلى فكرة دي مدرستي وناجحة جدا الحمد لله مع المرضى بتوعي ومتابعين، وعشان كده وصت منظمة الصحة العالمية وحددت شروط للدايت الصحي، وهو الدايت اللي يوصلك لوزن صحي زي ما قلنا الحلقة اللي فات، فاكر؟ ولازم كمان يديك احتياجاتك من الطاقة. هو الدايت اللي بتستهلك فيه الخضار والفاكهة والحبوب الكاملة والمكسرات. هو الدايت اللي بنقنن فيه السكر والحلويات والملح من كل مصادره. هو الدايت اللي بنحدد فيه الدهون ونركز على الدهون وحرية التشبع وما نستخدمش الدهون المهدرجة ابدا. اما التوصيات التغذوية للامريكان واللي سارية من 2015 ل 2020، واللي بتوصي ان الدايت مش ورقة وميزان، وانه تغيير عادات وتغيير شامل للحياة، لان ده اللي بيضمن نتائج الدايت على المدى البعيد. وركز ان الاختيار لازم يبقى حسب كل شخص عشان نضمن التزامه. ما بعدوش يعني عن كلام منظمه الصحه العالميه، بس ركزوا على احترام الفرديه، فاهمني؟ احترام الفرديه. طبعا الشروط دي متوفره في نوعين من الدايت، وهما دايت البحر الابيض المتوسط والداش دايت، اللي بيتوصفوا لمرضى القلب والضغط العالي، عشان كده جاء تصنيفهم في المركز الاول والثاني على الالف دايت كأفيد أنظمة غذائية للصحة. نيجي بقى للدايت قليل الدهون واللي تقريبا كل المرجعية العلمية بتوصي بيه، والتوصيات هنا بتركز على تقليل نسبة الدهون لأقل من 30% من نسبة الطاقة اليومية، يعني ببساطة شديدة كده كل اللي بيدوب في بقك قلله. وهنا ممكن اللي حابب النوع ده من الدايت يتعلم ازاي يحسب جرامات الدهون في الأكل بدل ما يحسب السعرات. اما بقى الدايتات قليله النشويات واللي عليها جدل كبير جدا جدا دلوقتي وبقت ترند، واللي انصارها بيتهموا النشويات انها السبب الرئيسي لجائحه السمنه على مستوى العالم وحطوها في قفص الاتهام. ما طبعا لازم يقولوا كده، مش انتم عايشين على الحلويات والسكريات والحاجات الساقعه واللي احنا بنعتبرها سعرات فاضيه لا تغني ولا تسمن من جوع؟ خليتوهم يخلطوا الحابل بالنابل وما يفرقوش بين النشويات اللي بتنفع واللي بتضر. يبقى هنا الحل انك تتمنع من النشويات نهائيا بقى وتخلص نفسك.
ودي وجهة نظرهم طبعا. وطبعا هتذهلوا من تأثير هذا الدايت الفوري والتحسن الملحوظ في كل حاجة في صحتك. لكن لو وصيت لنفسك بعد كام شهر استنى هقولك في الاخر. وطبعا هنفرد الموضوع ده حلقة كاملة لانها قصة كبيرة ولها ما لها وعليها ما عليها. بس مبدئيا اللي بيحصل نزول في الوزن سريع جدا واللي معظمه في الاول بيبقى مية وبيبدأ الحرق يزيد في بداية الدايت وبعدين الزيادة دي بتختفي مع مرور الوقت، وده اللي بيخلي نتائج الكيتو دايت بتتساوى زيها زي اي دايت تاني على المدى البعيد. تخيل كمان نقدر نعمل الدايت قليل نشويات بطريقة تانية، ان احنا نختار اصناف نشويات تعلي سكر الدم ببطء وبكميات قليلة، وده اللي بيسمى الجلايسيميك اندكس والجلايسيميك لود. والدراسات هنا ما اثبتتش منفعه مباشره مؤثره قوي للموضوع ده. فاول بقى ما دكتور الدايت يقول لك بلاش مانجا وعنب وبطيخ واللازم منه خليه يتفرج على الحلقه. اكتر ناس ممكن ينتفعوا بقى من الدايت قليل النشويات هم مرضى السكر النوع الثاني ومقاومه الانسولين. بس خدوا بالكم تقليل النشويات بشكل مكحف ممكن يؤدي الى اعراض جانبيه بتاثر على جوده العيشه والمزاج، زي الامساك والصداع والريحه النفاذه من الفم والشد العضلي والضعف العام والطفح الجلدي كمان. وبعد كل ده الدراسات اثبتت ان الدايت قليل النشويات لما نقارنه بالدايت قليل الدهون هنلاقيهم بيتساووا في عدد الناس اللي بيزهقوا منه وما بيقدروش يكملوا. يبقى خلاصه الموضوع، لو عايز تعمل دايت قليل النشويات او تعمل كتاكيتو دايت لازم تحت اشراف طبي، ولازم تعرف ان في الاخر كل الدايتات بتتساوى. نيجي بقى للبوب الكبير، الدايت عالي البروتينات اللي بيشبع ويدفي ويثبت الوزن وفي نفس الوقت ممكن يدمر لك الكلى لا قدر الله ويوديك في داهيه لو ما تعملش تحت اشراف طبي. ودلوقتي هنيجي للدايت الاشهر، الدايت قليل السعرات، قصدي الدايت اللي ما فيهوش سعرات. بتاخد من 200 ل 800 سعر في اليوم يا صديقي الدايتر؟ لا ده كمان ايه، في الدايت اللي بيقل عن ال 200 سعر لدرجه ان هم سموه دايت المجاعه، الاستارفيشن دايت. ما يا دوبك هو فين الاكل اصلا ولا فين السعرات؟ وطبعا ده الدايت اللي بيجيب من الاخر، ده الدايت اللي بيخليك تختفي. هو انت هتخفى بصراحه؟ مش هتختفي، لانه خطر جدا جدا وفي الاخر برضه هيتساوى بالدايتات التقليديه على المدى البعيد. بعد ما شعرك يقع وتسقع وجلدك سمكه يقل ويبقى رفيع والدوره الشهريه تنقطع ويجيلك المراره وسوء التغذيه ان شاء الله. ويا سلام بقى لو عملوا طفل، بتبقى مصيبه سودا طبعا لانه هياثر على النمو والتطور. اوعي تعملي كده في ابنك، الله يكرمك، وعلى فكره هتدمر صحته وكمان هيجيلك نهم رهيب للاكل وهتتخن اكتر من الاول اول ما تستسلم وتبطل، لانك مش بعيد تعيش جوه التلاجة. جينا بقى لعمهم الصيام، سواء بقى متقطع ولا يوم ويوم وليه فوائد صحيه، لكن لو استمر مده طويله ممكن ضرره يكون اكتر من نفعه، وبرده في الاخر نتائجه بتتساوى باي دايت تقليدي بعد فتره من الزمن. وهو كمان عايز له حلقه كامله عشان نتكلم فيه. طب ايه لخبطتيني، ازاي نختار نوع الدايت المناسب دلوقتي؟ هقول لك، احدث ريفيو في 2020 واللي جمع كل الدراسات العلميه اللي بتتناقش في انواع الدايت المختلفه وتاثيرها وقارن بين نتائجها طلع الاستنتاج اللي على اساسه حضرتك هتختار الدايت. قال لك ايه بقى؟ قال ان عامل الادرنس او الالتزام اقوى بكتير من نوع الدايت نفسه، وتساوي كل الدايتات بكل انواعها في النتائج، وان اهم عوامل النجاح لاي نوع دايت هو التزام الدايتر نفسه، وان الطاقه اللي داخله جسمه تبقى اقل من احتياجاته، وان الدايت لازم يبقى مغذي ومشبع عشان تقدر تكمل، وان الدايتات اللي طالعه موضه دلوقتي زي البلانت بيز دايت اللي هو الدايت النباتي والجلوتين فري دايت او الخالي من الجلوتين محتاجين دراسات اكتر واطول عشان نقدر نثبت فعاليتهم. يبقى ازاي بقى بيتم الترويج ليهم على انهم سحر التخسيس بدون دراسات كافيه؟ ايه المصلحه؟ فكروا صديقي الدايتر اللي راح ياكل وسابني يجي يشوف الخلاصه. الريفيو حدد ايه هي العوامل الرئيسيه اللي على اساسها هنختار الدايت. اولا رد فعل كل انسان للدايت نفسه، لان رد فعل للجسم لا يتساوى، في واحد ممكن يعمل كيتو ويختفي والتاني ولا ينزل جرام، وده اسمه جين دايت انتراكشن، وبيبقى استعداد جيني وراثي. رقم 2 هو هرمون الانسولين الملعون ونسبته، لانه ممكن يوجهني لنوع دايت معين اقدر اعمله وانجح فيه. رقم 3 زي ما قلنا التزام المريض او الدايتري كومبلاينس، وكل ده طبعا مع احترام رغبات المريض وذوقه واختياراته. يعني من الاخر كله بيتساوى صديق الدايتر كله، المهم انت تختار اللي ترتاح له وتخس وانت مش متعسف ولا زهقان ولا محروم ولا معزول. المهم لما تختار ما تتوقعش انك هتختفي في يومين، وما تقارنش نفسك باي حد وتحترم احتياجاتك وطبيعتك. المهم ما تجوعش، المهم هتقدر تلتزم بيه ولا لا،
هتكمل فيه قد ايه. المهم ما تفتيش ولا تمشي ورا اللي بيفتوا، وما تستعجلش ولا تعمل اي حاجه تضر صحتك. ولو حبيت تلعب في اي عنصر غذائي لازم تحت اشراف طبي، لان الموضوع مش تهريج، خطر جدا والوقعه فيه بفوره. المهم ما تجريش ورا وهم الفات دايتس ده ابدا ابدا، وما تصدقش ولا اودال ولا غيرها. انت اللي هتنجح نفسك انت وبس. اقولك على حاجه من الاخر كده، ما تعملش دايت، امشي على البورشن كنترول، قنن وجباتك وكميات الطعام، كل محشي وحمام ومكرونه بشاميل ومانجا وعنب، كل المحرمات اللي وهمك سوق الدايت السنين اللي فاتت انها حرام. استمتع وقنن كميتهم وقسم وجباتك على اليوم عشان ما تجوعش وسكرك ينزل وتشتهي الحلويات او الدهون. كل صحي معظم الوقت، و20% من الوقت يا سيدي تقدر تعك وترمرم وتاكل غير صحي، لان هنا صحتك النفسيه مهمه زي صحتك الجسديه بالظبط. اشتري راحتك وحياتك وسلامك النفسي وما تعملش دايت. طوعا اللي شمس تكسب، هتكسب ان شاء الله. لو جاوبتك على سؤال كان عندك او عرفت معلومه جديده، دوس لايك على الفيديو. لو عندك اي اسئله ما جاوبتش عليها اكتبها لي في التعليقات. اشترك في القناه دلوقتي عشان تشوف حلقاتي اللي جايه والحلقات اللي فاتتها. انا دكتوره نيلي ودي حكايه الدايت.